حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نعيش مع النصيحة السابعة في سلسلة كيف تحفظ القرآن من دون معلم، أهم 30 نصيحة للبدء بحفظ القرآن. اليوم أيها الأحبة، أنا سأذهب معكم مباشرة إلى آلية عجيبة جدا، كيف تبرمج دماغك على تعاليم القرآن. الحقيقة كثير من الناس يظن أن عملية حفظ القرآن عملية أوتوماتيكية وسهلة ولا تتطلب أي يعني معرفة. الحقيقة الأطفال الصغار يحفظون القرآن، ولكن حفظ القرآن أيها الأحبة إذا لم يرتبط بتغيير حياتك بالكامل وتغيير سلوكك ويصبح هواك وتصرفاتك وأعمالك، كل سلوكك في الحياة يجب أن يصبح تابعا لتعاليم القرآن. يعني مثلا عندما أسمع آية الله يخاطبني ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ينبغي أن أكون مع الصادقين. إذا وجدت إنسان كاذب أبتعد عنه. هذا السلوك أيها الأحبة، القرآن يغير سلوكك. فالقضية ليست قضية حفظ فقط، الحفظ هو مرحلة ضرورية لتغيير حياتك بالكامل. الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يجب أن تعيد برمجة يعني النفس البشرية الطماعة الأمارة بالسوء التي تأمرك باتباع الهوى، يجب أن تضغط عليها وتنهاها عن اتباع الشهوات لتفوز برضوان الله تبارك وتعالى. العلماء أثبتوا أيها الأحبة أن كل صوت يسمعه الإنسان ويكرره لعدة مرات يحدث تغييرا في نظام عمل الخلايا في كيمياء الدماغ. بالفعل هذا بحث تحدثنا عنه في فيديو سابق، كيف تقوي ذاكرتك. لذلك أيها الأحبة يعني ينبغي أن تعمل على تغيير طريقة تفكيرك، طريقة حياتك لتفوز بلقاء الله يوم القيامة. فإذا أيها الأحبة، قوة الذاكرة تأتي من خلال تدريبات معينة، تمارين معينة، وأفضل ما يقوي الذاكرة هو حفظ القرآن العظيم. أنا هذا عن تجربة شخصية. إن استماعك أخي الحبيب للقرآن يعني أنك ستعيد برمجة خلايا دماغك وفق كلام الله تعالى وأحكام القرآن وتعاليم هذا الكتاب العظيم. طيب، لكي تضمن هذا التغيير الإيجابي الفعال يجب أن تستمع إلى القرآن بخشوع كامل لأطول مدة ممكنة، وأن تتذكر دائما كلما استمعت للقرآن تذكر هذه الآية، احفظها الآن لا تتركها تمر، احفظها. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية أيها الأحبة ربطت بين ماذا؟ تأملوا معي، هذه الآية فيها عناصر مهمة. ربطت بين الإنصات، هنا الإنصات، وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبين الاستماع. إذن الاستماع لا يكفي، فاستمعوا، كل الناس تستمع. يعني الآن إذا دخل شخص وتكلم باللغة الصينية أنا أستمع إليه ولكن لا أفهم شيئا، يجب أن أنصت. الإنصات هو عملية الفهم والتدبر والتأمل لما تسمعه أو لما تستمع إليه. إذا طبقت هذه الآية سيرحمك الله
ويهيئ لك أسباب حفظ القرآن وأسباب القرب منه وأسباب القضاء على هموم ومشاكل العصر. رزقك يزداد، حياتك تتغير نحو الأفضل، يتولاك الله، تصبح من الذين قال الله فيهم: الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. يخرجك الله من الهموم التي أنت فيها إلى نور الإيمان والتقوى والعلم والعدل. إذن أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل عليكم، سأنتقل إلى مثال وعدتكم في اللقاء السابق أن نستكمل المثال هذا، الذي قلنا هذا مصحف ملون يمكن تحميله من الإنترنت، مصحف ملون مقسم لمواضيع. سورة الفاتحة كلنا يحفظها، ولكن هنا ينبغي أن تعطي أذنك، تنصت لأحكام التجويد، تحاول أن تنظر إلى القارئ وهو يقرأ هذه الكلمات إلى مخارج الحروف. تكرر هذه الآيات، تحاول مثلا هذا النص الأول من سورة البقرة، 5 آيات يتحدث عن صفات المتقين ويقول لك: هم المفلحون. إذا طبقت الإيمان بالغيب والصلاة والإنفاق وآمنت بالكتب السماوية والأنبياء والرسل وآمنت بالآخرة، بل أيقنت. ما الفرق بين الإيمان واليقين؟ يعني لماذا لم يقل وبالآخرة هم يؤمنون؟ لماذا قال يوقنون؟ اليقين مرحلة أعلى من الإيمان. يعني أنا قد أقتنع مثلا أن هناك إعصار سيحدث ولا أبالي، لأنني يعني نوعا ما ليس لدي اليقين الكامل. أقول ربما غدا، ربما بعد غد، ربما بعد سنة، ربما بعد شهر، يعني أتراخى عن اتخاذ إجراء. اليقين أنني استيقنت تماما أن هذا الإعصار سيحدث في هذا التوقيت فأتخذ كل الإجراءات تماما. أنت إذا وضعت عود كبريت أو نار، وضعت يدك فوق النار، أنت على يقين أنها ستحترق، على يقين كامل. إذن هذا هو اليقين. وبالآخرة هم يوقنون، نحتاج ليقين بالآخرة. النتيجة أنهم على هدى من ربهم وأنهم هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن الإيمان بالغيب ضروري. يعني أنا عندما أقرأ هذا النص لا يكفي أن أقرأه وأمر عليه هكذا أيها الأحبة، ينبغي أن أتوقف عند كل كلمة. لماذا أولئك على هدى من ربهم؟ وهنا هدى للمتقين، يعني مرتين أدقق وأقارب. ما معنى التدبر؟ يعني الله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ما معنى التدبر؟ أن تتتبع دبر الأشياء، تقتفي أثر الشيء، تتتبع هذه الكلمات. لماذا كلمة هدى هنا صفة للكتاب؟ هذا الكتاب هدى للمتقين. وسلوكك، إيمانك بالغيب، الصلاة، الزكاة، الإيمان بالآخرة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب الأخرى، ستصبح على هدى من الله. إذن السلوك، الهدف من الصلاة والصيام والزكاة ليس أن الله يريد منك ذلك، لا، هو لتهدي نفسك بهذا السلوك، لتصلح نفسك. لماذا سمي العمل الصالح صالحا؟ ليصلح نفسك، تصلح به نفسك. إذن نحفظ هذا النص، 5 آيات، نتأمل كل كلمة، نتقن أحكام التجويد من خلال الاستماع والتكرار. يعني هذا النص يمكن أن تقوم بتسجيله على الموبايل وتكراره في الليل في النهار وأنت تأكل في كل مناسبة، يمكن أن تكرره حتى 500 مرة، يترسخ هنا أيها الأحبة. في البداية ستجد صعوبة، ولكن بعد 2-3-4 سيصبح القرآن متعة بالنسبة لك، ستزول هذه الصعوبات إن شاء الله.
الآن أيها الأحبة، هنا بعد أول نص في سورة البقرة 5 آيات يتحدث عن صفات المتقين، يأتي هذا النص هنا الذي يتحدث عن الكافرين. إن الذين كفروا، هنا أيها الأحبة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هل هذا النص ينطبق اليوم على واقعنا؟ نعم، أنا أعرف أناسا من الملحدين، والله يعني أقدم له 100 دليل واضح على أن هذا القرآن كلام الله، ثم يقول لك هذا كلام فارغ والعياذ بالله. غشاوة على بصره، غشاوة لا يرى، هو لا يريد أن يرى الحق. لذلك قال عز وجل ولهم عذاب عظيم. انتبهوا أيها الأحبة. طيب أنا عندما أقرأ هاتين الآيتين أحفظهما فقط، أحفظ هاتين الآيتين، يعني بعد أن حفظت النص السابق 5 آيات ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه كذا كذا وأولئك هم المفلحون، أتقنت هذا النص، أنتقل إلى النص الثاني وأنا أفكر أن هذا النص يتحدث عن الكافرين، عن الكفار، عن الملحدين. آيتين أحفظه جيدا، ثم أنتقل للنص الثالث، هذا هو أيها الأحبة، نص طويل أطول من الذي سبقه. هذا النص الثالث هنا أيها الأحبة يتحدث عن فئة خطيرة في المجتمع أخطر من الكفار، هي المنافقين. المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هؤلاء المخادعون أيها الأحبة لا يخفون على الله، هم يخدعون أنفسهم صدقوني، لا يخدعون الله ولا يخدعون المؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. طيب لماذا في قلوبهم مرض؟ سبب ذلك أن قلوبهم مريضة، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، هنا عذاب عظيم بالنسبة للكافر، عذاب عظيم بالنسبة للمنافق، أليم، ركز على الألم لأنه ينافق، لأن هذا المنافق يضحك على أن يؤلمه الله بهذا العذاب. فلا ننسى هناك عظيم هنا أليم، يجب أن تقارن دائما وأنت تحفظ، تنتبه لموضع كل كلمة وتربط هذه الكلمة بشيء معين. يعني كلمة أليم هنا أيها الأحبة، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هنا كلمة أليم هنا اربطها بأن الله يريد أن يؤلم هذا المنافق الذي يضحك على الناس، اربطها. بينما الكافر والملحد قال لهم عذاب عظيم لا يتصوره عقل. فاربط دائما هذه الأشياء لكي لا تنساها، لأن الذاكرة تعتمد على قوة ربط الكلمات بأشياء في الواقع. سنتناول هذا الموضوع إن شاء الله. طيب هنا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. طيب لماذا قال لا يشعرون؟ لأنه لا أحد يعترف أنه يفسد في الأرض. يعني حتى فرعون لا يعترف أنه مفسد، هو اتهم موسى عليه السلام أنه يريد أن يفسد في الأرض، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قال لقومه يعني أنا أهديكم سبيل الرشاد، هذا الذي آمن ويا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. وفرعون قال ما أريكم إلا ما أرى،
وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إذن أيها الأحبة، حتى الملحد والكافر والمفسد لا يعترف، لذلك هو لا يشعر بإفساده. قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هم يتهمون بقية الناس بالسفهاء، يتهمون المؤمن أنه سفيه، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وهكذا حتى هنا، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذا النص أيها الأحبة خاص بالمنافقين، من الآية 8 إلى الآية 16. إذن نص خاص بالمنافقين، لذلك طويل، نص طويل نوعا ما، لأن المنافق يعيد ويزيد ويحرف ويكذب على الله ويكذب على الناس ويتبع أساليب ملتوية. إذن أيها الأحبة، أنا سأتوقف اليوم وإن شاء الله أتابع في اللقاء القادم ونتعلم كيف يمكن أن نقسم هذه السور أو هذه السورة إلى مواضيع، ونحفظ كل موضوع على حدة منفصل، ثم نوصل بينها. سنتعلم طريقة الوصل، كيف يعني نصل هذه المواضيع المختلفة، نصلها في دماغنا بطريقة سهلة جدا، وإن شاء الله نتعرف عليها في اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.